اهلا اهلا روح باطي قلبي باطي حسدي حبيبي ازيك يا مفيد تاكله معايا بقى يعني انت مش هحطط لي جرجرني في نص ليالي علشان تشوف بنتك مش قلت هتبعتها مع السواق اللي جابك اللي جابني هي بقت كده ماشي على المهم انا جيت عشان قلقت لما سمعت صوتك يا مفيد والله انت وحشني ومحتاج اتكلم معاك تعالى يا اخو اقعد بقى لوجي حبيبتي بابي لسه بياكل اهو اسمعيه علشان تفتح نفسه على الاكل وهكلم انا هو ويجي لك على طول I love you so much قبل ما نتكلم في اي حاجه ليك عندي خبر يفرح الدكتور كلمك من فرنسا هو انت ما فيش في دماغك غير الملك وبس والله لو تعرف اللي في دماغي تترعب ما انت مشكلتك انك مركز هنا وسايب هنا خالص مين اللي قال كده اللي انا شايفه قدامي مش حقيقي طبعا يعني انت مش بعت تجيب لوجي علشان تمهد لها امهد لها يا مفيد هو لسه في حاجه حصلت طب خد بالك بقى البنت هتتجنن على مامتها من ساعه المسجات اللي بتجيلها من هولندا قول لي هو انت بتعمل الحكايه دي ازاي هتخلص قريب الحكايه دي على امه لا فهمني ناوي على ايه قول بس الخبر الحلو اللي عندك لا ما تاكلنيش في الكلام مجاوب ناوي على ايه يا نديم سكوتك ما يطمنش في ايه يا نديم طالع فجأة حواليا شوية صراصير لازم ادوسهم بالجزمة لا 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 بالراحة بقى كده بهدوء علشان تفهمني واحدة واحدة هقول لك يا مفيد عالم ولاد الكلب اللي لحم كتافهم من خيري وسختهم بتزيد معايا مش بتقل طب وايه الجديد في ده؟ ما انت راجل شغال في السوق والمفروض انك فاهم كل اللي بيحصل حواليك بابي جايلك يا روحي يعني بابي لوجي لوجي قول لي سيدي حتى العربيه من فين بسرعه العربيه يا سيد العربيه ايه يا مفيد ما تقلقش يا نديم هتبقي زي الفل يا حبيبي هتبقي زي الفل خير خير ان شاء الله تقلقش يا نديم 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 أرجوك أرجوك يا نديم دكستي اكيد الاكل هي دي الاكل ده مش فود بويزنج اكل ده السيانيد اتحط في الاكل انا كنت شاكك في كده كنت شاكك في كده Thank you.
قومي يا حبيبتي، قومي يا روح، قومي يا روح، قومي يا روح، قومي يا روح، قومي يا دوب تبان ان ربنا بعت لي بنت جميله زيك. تروح انت ماشيه، قومي يا روح، قومي، قومي يا روح. هينفع كده نديم؟ مش معقول انت بقالك يومين ما دقتش حاجة وكله سيجار في قهوة. ما ينفعش كده حبيبي. انت ولا حد مصلى؟ ايه؟ جاوبي على قد السؤال. انت ولا حد مصلى تاني؟ مبطي تمن موت لوجي ولا لسه ما دفعوش؟ انت بتتكلم على ايه؟ انا مش فاهمة حاجة. لا فاهمة كل حاجة. مين اللي استلم الأكل من الواد بتاع الدليفري وحط لي السم فيه؟ أكل إيه وسم إيه؟ أنا مش فاهمة حاجة. لما سألتك حلفتيلي إنك ما طلبتليش حاجة. المطعم أكدولي إنك أنت اللي طلبت الأوردر واسمك وتليفونك متسجلين عندهم. مين اللي وراك؟ مين اللي قتل بنتي؟ مش عايزة تتكلمي. شايفة دي؟ دي شهادة وفاة. بيانات المتوفي أميرة محمد حافظ نصر. يعني أنت ميتة ميتة. رصاصة بستة جنيه ما تبقيش موجودة. الأحسن تقولي لي مين وراكي عشان ما تدفعيش التمن لوحدك. عاوز تموتني انا؟ مطلعلي شهادة وفاة بتهددني بيها؟ ازاي تشك فيا؟ ازاي تشك ان انا ممكن اعمل فيك كده او اعمل كده في لوجي؟ انت مش عارف انتوا ايه بالنسبة لي؟ انت بتتكلم ازاي يا نديم؟ بص، تليفوني اللي متسجل عندهم اهو، خد اللوج بص فيه، بص بص شوفني كلمت المطعم ولا لا، ولا شاكك اكون مسحته وماله. عموما ابقى اكلمهم بكره واطلب فاتوره تفصيليه بكل تليفوناتي. شوفني كلمتهم ولا ايه؟ انا اخر حاجه في حياتي كنت ممكن اتخيلها انك تشك فيا. انا رهنت حياتي كلها تحت رجليك. أنا من ساعة ما بصحى الصبح بصحى عليك أنت. ولو عاوزة أموتك مش هتصل من نمرتي. أنت عارف مشكلتك إيه؟ إنك ما بتشوفش. إنك عمرك ما حسيت بيا.
عشان لو بتحس وبتشوف كنت عرفت ان انا بحبك. انا بحبك يا نديم. ازاي ده يحصل؟ هو انت ليه تخبي عليا حاجة زي دي؟ طب والبوليس؟ قبض على اللي عمل كده ولا لسه؟ لا أنا مش هبلغ البوليس، أنا هتصرف بنفسي. ملك، الموضوع ده محدش يعرفه غيرك ومعاك اتنين تلاتة. خليكي معايا ثانية واحدة ملك، أرد على بيتي وأرجع لك. ما تقفليش ها؟ أيوة. ها. فين؟ طب خليك مكانك، جايلك على طول. لا 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 لا، مفيش صبح، انا هغير هدومي مسافة السكة. يلا. الو الو الو